تمام هذا الكلام هذا الكلام تمام 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 هذا الكلام هذا الكلام خليك حلو خليك معدل عالتمام. اسمع يا خال قول الرجال اسمع يا خال قول الرجال قالوا المراجل بالفعل مو بالكلام تمام تمام هذا الكلام تمام 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 هذا الكلام هذا الكلام خليك حلو خليك معدل عالتمام. أحبابي ونور عيوني الكرام الله يسعد أوقاتكم. السيرفيس بحياتنا شغلة منتذكرها كتير وما مننساها، حتى لو الواحد منا اشترى سيارة جديدة طبعاً بعد ما يكون الدين من هون وأخذ قرض من هون يشتغل 15 ساعة باليوم ليوفي القسط الشهري اللي بده راتب لحاله. المهم إنه حتى لو اشترى سيارة رح يضل يتذكر السيرفيس، خاصة إنه الناس اللي حواليه من أصدقاء وأقارب وزملاء رح يذكروه بفصول السيرفيس وتفاصيله، واللي أحياناً بتكون محور جلسات وسهرات كاملة فيها كتير من الضحك والفرجة وشر البلية ما يضحك. هلأ بالسيرفيس في الشوفير وفي الركاب، كل واحد له حكاية وقصة. خلينا نبلش بالشوفير باعتباره الكابتن يلي مربوط مصير الركاب بمصير مزاجه يلي بيكون حلو مرة وعكر مرات. هلأ إذا كان مزاجه حلو بتكون السفرة حلوة ما في شي نحكي، لأنه السيارة ماشية بأمان الله. أما إذا مزاجه معكر وهذا الدارج هون بتبلش الحكاية والرواية. مثلاً بيطلع له شي راكب مستعجل متوتر شوي بيطلب منه يخفف صوت المسجلة اللي صوته بيصرح صرع واللي كل الركاب مصروعين منها بس ساكتين. بالله يخفف لنا المسجلة شوي معلم. هلأ أحياناً يعني كلمة بتنحكى وما لها مشكلة، حرك لنا حالك معلم. إيه والله أخرتنا. أول شغلة بيعملها الشوفير بهالحالة بيطلع بالمراية وبيشوف مين هالابن الأوادم يلي جرأ وحكى، وبعد ما بيعرف مين اللي حكى بيصير بيعمل عكس ما بده. المسجلة ما بتتخفف وبتضل عالية. أما بخصوص السرعة ماشي نمشي على مهلنا. هيك بيترتر الشوفير، هيك بيترتر لبقية الركاب يلي بيحسوا فورا باللي صار، لأنه الخطوة الثانية بده يشغل آلة الزور ويراقب ردات فعل الراكب يلي جرأ وحكى ليشوف شو صار معه. بهالحالة الراكب بيحس إنه صارت المسألة شخصية كتير وفيها إهانة، بيقول بينه وبين حاله إنعمى شو حكينا، هي كلمة لا سبينا ولا شتمنا. ومع كل دقيقة وإشارة مرور التوتر بيزداد. الشوفير شايف الراكب والراكب شايف الشوفير، وتيار كهربائي عالي عم يركض رتيب بيناتهم، كل واحد ناطر التاني على كلمة مين بيهجم أول. طبعاً يلي بيزيد الموضوع كركبة إنه حدا ثالث بيدخل على الخط بيطلب من الشوفير الله يخليك استعجل لك شوي طلعت روحنا بدنا نروح على وظائفنا. هون بتكون الأمور استوت وصبر الشوفير خلاص، فبينفجر وبيطالع كل اللي جواته، وكمان ما بتفوته الشغلة اللي ناطرها من أول الطريق، فبيصف السيارة على اليمين بحركة سريعة متعود عليها وبصوته الجهوري نزلوا لا أنت وياه خدوا تاكسي إذا معاجبكم. هلأ هي كلها شوية شوشرة من الشوفير بس للعطلة مو أكتر، لأن الركاب اللي كلت وملت بشوبات السيرفيس بدها تحل حبية وتكمل طريقة وتوصل على شغلة، وبتبلش بقى كرمالات الشباب وعلى كرمالي وحطها بدقني وشغلة محفزانة ولو انت زقرت. طبعا هذا كله الكلام للشوفير، واللي حكوا
ما حدا ملتكش إلا بتطليعات وزورات على التأخير يلي أخروهن يا آخرتها. طبعاً الشوفير بيرضى وبيقبل يمشي، لا وبيستعجل كمان بس ليخليها تطلع براس اللي أخر الكل واللي سبب المشكلة واللي مشكلته إنه شوي مهذب وبيكره الأغاني اللي ما لها طعمة وبيكره الصوت العالي، والأهم من هيك ما إجا على مزاج الكبتة. هلأ المشكلة مو بس بالشوفير اللي زودها، كمان المشكلة بالناس اللي سكتوا، كانوا مستائين من صوت المسجل العالي بس كلهم ساكتين، كلهم حسوا إنه الشوفير ماشي على مهله بس كلهم ساكتين، وبدال ما يوقفوا مع الراكب لا صفوا مع الشوفير، بجوز خوفا منه وبيجوز لأنه المستعجلين وبيجوز لأنه النسيانين يقولوا لا وبيجوز لأنه نسيوا كل الكلام. حلو الكلام.